السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. وردنا هواي أسئلة عن موضوع الفاريبل اللي أنا أختارهم هنا ضمن اللوكيشن الخاص بالواجهة الخاصة بالبرنامج والفيس مالته. عندك ضمن اللوكيشنات الموجودة هو الفاريبل، أنت يعني المتغيرات مال البيانات المناخية الكلايم الديتا اللي تحتاجها. فصراحة تركت لكم هذا اللينك وراح أتركه مرة ثانية لان شفت الطلب عليه هواي، فحبيت انه انوه عليه بفيديو واحد حتى يكون واضح للجميع. انت حسب المتغيرات اللي عندك تحتاج بعض التسميات، فهذا البي دي اف راح يعني ان شاء الله ارسل لكم اياه. هذا الستاندرد اوتبوت من الكابلد اوشن اتموسفير جنرال سيركوليشن موديل اللي مسويته الانتر جوفرمنت مانوال كلايمت تشينج، الهيئه الدوليه الحكوميه المعنيه بتغيير المناخ. فمطيتك طبعا اكو بها تيبلات، هاي التيبلات مجرد ما تضغط عليه يوديك الى هذا، لكن بالاخير نعطيتك هي اصلا التسميات الخاصه بها. لاحظ هذا البريسيبيتيشن فلكس شو يمثل لك، الاير تمبرتشر تي اي اس عندك فقط البريسيبيتيشن، لاحظ هسه منها الاير بريشر ليفل بهذا الصيغه، عندك هنا المويستشر كونتنت السويل مويستشر كونتنت السيرفيس داون ويرد السيرفيس داون ويرد نورث ستراس السيرفس سنو ثيكنس. لاحظ هاي هنا كل تلقاها، انت شنو تريد المتغيرات اللي تحتاجها اتموسفيرك غيرها السيرفس ران اوف ران اوف فلوكس السيرفس سنو. والمناسبه كل من الشرح يعني مقابلها موجود، لا تلاحظ هسه كل من مطيك الديسكريبشن كامل لها، الديسكريبشن كامل هنا والديسكريبشن كامل هنا يعني. فنلاحظ هنا ان الديسكريبشن يكون واضح، فمثل ما نلاحظ هنا أنا كل متغير وامام الشرح الانديكيتر اللي خاص بي. لاحظ هذا البريسيبيتيشن فلوكس بده ينطيك اياه برمز بي ار وده يقول لك هاي الوحدات اللي خاصه بي، ويتضمن كل النوعين بالسقيط الصلد والسائل وهكذا للبقيه. الاير تمبرتشر رمزها تي اي اس، اذا تريد مينيموم تي اي اس ماكس وتي اي اس ام اي ان مينيموم. الريليتيف هيوميديتي ايضا موجوده، السيرفس ران اوف موجود، ريليتيف هيوميديتي موجوده، سبيسيفيك هيوميديتي اتش يو اس ريليتيف هيوميديتي موجوده، الايست وورد وينت يو اس والثانيه في اس يو اي اس وفي اي اس، ودي يقول لك الشرح مالتهم شنو. الريليتيف هيوميديتي ايضا موجوده، شرحها موجود بالتفصيل. فهذا اللينك راح ادزلكم اياه مباشرة، ما تدخل عليه راح يتحمل لك كبي دي اف، راح يساعدك هواي بموضوع انه انت تتعرف على المختصر الخاص بالمتغير المناخ اللي انت تريد تحسبه. الريليتيف هيوميديتي اتش يو ار سبيسيفيك هيوميديتي اتش يو اس وهكذا للبقيه. اتمنى تكون واضحه امامكم ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار خاص بالمتغيرات اللي انت تريد، بالمناسبه نرجع ونقول ضمن الواجهه الخاصه بالكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت من تختار نوهنا ان الموديلات موديل موديل كذا يعني هذه الامور، الا الفاريبل تختارهم كلهم سويه. يعني انت عندك هسه كم متغير تقدر تختارهم بدون ما يسبب لك اي تشتيت. عندك المتغيرات كان تكون بريسيبيتيشن تختارها، ريليتيف هيوميديتي تختارها، بعد عندك وند سبيد مثلا سولار راديشن ايضا موجود تختاره وهكذا للبقيه. ان شاء الله محاضرتنا هذا اليوم تكون مهمه ومفيده لكم. اذا عندكم اي سؤال او استفسار خاص بالفقره المتعلقه بالفاريبل وشنو الاختصارات اللي خاصه بها وكيف نستدعيها بدون تراسلونا على القناه، ان شاء الله نجاوبكم. نلتقيكم بفيديوهات اخرى، دمتم بامان الله وحفظه.